معي عبر الهاتف مشاهدينا للمتابعة السيدة يوستينا رامي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيدة يوستينا رامي، أهلا بك معنا، ودعينا نتحدث عن أهم ما توقفت عنده في قرارات الرئيس في ختام الاحتفال بيوم المرأة. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. كل عام والمرأة المصرية بخير، فهي تعيش في عهد من يعني أقدر أقول عليه العصر الذهبي للمرأة المصرية، من حيث البرامج والتمكين وكل ما تفعله الدولة بجميع مؤسساتها والقيادة السياسية لتمكين المرأة، ودايما ضمانها على الحصول على حقوقها سواء العملية سواء الاجتماعية على كل الجوانب. صحيح، أهم ما توقفت عنده من بين القرارات التي أعلنها الرئيس؟ يعني أنا دايما بشهد، أنا يعني القرارات التي أعلنها السيد الرئيس النهاردة، أنا يعني ده دايما شغلنا في التنسيقية، دايما بنحرص طبعا قانون الأحوال الشخصية، يعني نقدر نقول على الأجندة، وإن إحنا نقدر دايما نمكن المرأة ودايما نساندها في إنها تحصل على حقوقها كأم وكزوجة كمرأة عاملة. دايما يعني قرارات السيد الرئيس بتكون في ظهر المرأة المصرية في المجتمع، يعني وكل يعني كل الناس اللي متابعة كل الناس اللي متابعة المرأة وتمكينها الفترة دي يقدروا يجزموا بذلك. صحيح. طيب، دورة تنسيقية في تنفيذ توجهات الدولة، يعني الرئيس تحدث عن عدد من القرارات التي تشتمل على برامج تنموية، زيادة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبرامج التدريبية الخاصة به. دوركم في مثل هذه الأمور من خلال زيادة الوعي في المجتمع الريفي أولا، وثانيا من خلال تشجيع هذه البرامج التدريبية؟ طبعا احنا في التنسيقية عندنا عدة منتديات، والفترة دي قمنا بإطلاق كذا مبادرة، منها مبادرة للدعم النفسي، منها مبادرة لدعم الأسرة المصرية، منها مبادرة للناس للأطفال، وكلها بتنكب في الآخر لدور الأم وأهمية المرأة في النهاية اللي بتأهل بعد كده الشباب، وإزاي إحنا نقدر بكل مؤسساتنا وكل أدواتنا السياسية والنيابية والتنفيذية نحرص إن هي بتقوم بدورها على أكمل وجه بمنتهى الدعم، ويعني ونقلل من التحديات اللي بتقابلها على مدار حياتها، سواء ببعض التعاون مع مجلس الأعلى للمرأة، ببعض المؤسسات المجتمعية، كل ده بنشتغل عليه. زمايلنا النواب مهتمين جدا لما بننزل بقى يعني البحث الميداني او بننزل ميدانيا، بنرجع نبتدي نحط كل اللي نزلنا فيه ده على مشاريع قوانين، وازاي نقدر نحطه بحيث برضه يرجع ويحمي المراه او السيده المصريه من اول عمرها لحد يعني في كل مراحل عمرها. طيب، من واقع نزولكم إلى الواقع، يعني من واقع ما رصدتموه، إلى أي مدى تتجاوب المرأة الريفية مع المبادرات التي يطلقها المجلس القومي للمرأة والبرامج التدريبية خاصة على الحرف اليدوية والمتعلقة أيضا بالتدريب من أجل التشغيل؟ الصراحة التجاوب يعني يفوق كل التوقعات، ويعني ما تعبناش جدا في انه نلاقي فيه تجاوب، لانه زي ما يكونوا كانوا يعني محتاجين حاجه، بس محتاجين المسانده، محتاجين الادوات اللي احنا او زمايلي في اي مجالس بيقدموها. المبادرات اللي بتطلقها المجلس القومي للمراه، من حيث في مبادره اسمها نواره، في مبادره اسمها دوي، كل المبادرات دي الاستجابة لها عالية. طبعا كمان المعرض اللي بتطلقه وزارة التضامن سواء تراثنا أو ديارنا، اللي برضو كله بيدعم الحرف اليدوية وبيدعم المرأة
المعيله كمان الاستجابات يعني تفوق كل التوقعات، وان احنا دايما نسعى للمزيد من انه احنا نحقق ونديهم فرصه، وبنشتغل على الكثير من المشاريع اللي ان شاء الله هيتم الفصح عنها قريبا. طيب هل هناك من توجه في الفتره القادمه لزياده التوعيه ببعض الامور التي ربما اسيء فهمها؟ يعني الرئيس تحدث عن الهدف من صندوق الزواج، وتحدث ايضا عما اثير حوله من تكهنات ليست حقيقيه. هذا الامر بحاجه الى توعيه وبحاجه الى فهم والاقتراب منه بشكل اكثر للمواطنين. طبعا اكيد ده على الاجنده بتاعتنا الفتره الجايه، لانه اسمحي لي اقول انه صندوق الزواج وكل يعني كل المبادرات دي كلها يعني حديثه على الساحه، فطبعا هتحتاج وقت من التوعيه. بس برضو ارجع واقول احنا دايما يعني مراهنتنا على وعي المراه المصريه وعلى المجتمع المصري بيفوق كل التوقعات والاستجابات، ولما بس بيلاقوا الشانل المظبوطه ان حد يوجههم ويفهمهم انه ده في مصلحتهم بنلاقي الاستجابات، بل بالعكس بيتحمسوا بيبقوا عايزين يشتغلوا على ده اكتر ومستعدين ان هم يعملوا ده اكتر. الانطباع عن حالات الطلاق يعني المغاير للحقيقة، هذا نصا ما صرح به الرئيس في سياق حديثه عن هذه القضية الحيوية أيضا، هل أيضا من جهود لكم في هذا الشأن فيما يتعلق بالإحصاءات بنقل حقيقة ما يحدث في المجتمع ولا اعتماد يعني على نسب وأرقام حقيقية؟ أنا ممكن يعني اسمحي لي أقول إنه أنا مش عندي نسب وأرقام حقيقية لأن مش حتتي يعني، فمش عايزة أقول أرقام ما تكونش حقيقية، بس اسمحي لي أقول إنه إحنا لو هنتكلم في موضوع الطلاق فإحنا بنسعى إنه يكون في قوانين ضابطة ورابطة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، غير إنه إحنا في مبادرة النشأ اللي بتكون بها التنسيقية بنعمل إنه بقى نبتدي نوعي الجيل الصغير عن أساس الزواج، إنه أساسه المودة والرحمة والمحبة، إيه دور الراجل يعني الطفل الصغير ده هيكون دوره إيه في الأسرة لما يكبر، دور الطفله الصغيره لما تكبر هتبقى ام وزوجه دورها ايه، ويبتدي يبقى في تعاون في الاسره، فنبتدي نقدر نقول انه هيتقل ان شاء الله بنسب كبيره نسب الطلاق لما بيكون في توعيه عن الدور بتاع الزوج والزوجه من وهم صغيرين ويطلعوا عليه، بيكون بيفرق كتير جدا في النسب، لانه بيبقى جزء كبير قوي من المشكله التوقعات. وده بقى انا بقوله من مجالي ك معايا دبلومه في علم النفس، فانا واشتغلت كتير في موضوع المشاكل الزوجيه، فاقدر اقول لك ان هو ده الاساس، وده اللي احنا بنحاول مع الاساس في مبادره النشأ اللي بتقوم بها التنسيقيه ان احنا نعمل في هذا الجانب من ضمن جوانب المبادره. ارتباط الازمه الاقتصاديه الحاليه بتشجيع المراه على الاقبال على المشروعات الصغيره والمتوسطه في رايك؟ سؤال كويس قوي. انا دايما بشوف انه المراه في سواء صغيره او متوسطه دايما المراه عايزه تعمل مشروع، عايزه تعمل لنفسها حاجه، عايزه تضمن مستقبل احسن لاولادها. ممكن يكون زاد شويه يعني في الفتره بتاعت الازمه الاقتصاديه، بس برضو مش هقدر اقول انه جديد على المراه المصريه، المراه المصريه دايما دورها بتطور انها تكون فعاله ومنتجه في المجتمع المصري. نعم، اشكرك جزيلا السيده يوستينا رامي عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.